بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أبنائي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى في سلسلة حلقات شرح مادة فيزياء واحد. اليوم إن شاء الله نستكمل سويا قوانين كيبلر ثم قانون نيوتن للجذب الكوني. انتهينا في الحلقة الماضية عند قانون كيبلر الثالث، عرفنا النص القانون: مربع النسبة بين زمنين دوريين يساوي مكعب النسبة بين متوسطي بعديهما عن الشمس. الصيغة الرياضية TA أو T1 على T2 تربيع يساوي R1 على R2 تكعيب. هذه الصيغة الرياضية. اليوم إن شاء الله أبنائي الطلاب سوف نطبق هذا القانون من خلال المثال التالي. المثال بيعطيني بيقول: قاس جاليليو أبعاد مظرات أقمار المشتري مستعملا قطر المشتري ووحدة قياس، ووجد أن الزمن الدوري الأقرب قمر هو 1.8 يوم. هذا أقرب كوكب اللي اسمه لو، هذا الزمن الدوري له 1.8 يوم، بينما كان على بعد 4.2 وحدة. تمام، هذا بعد اللي هو R1 بيساوي أو RL بيساوي 4.2. أما القمر الرابع فزمنه الدوري 16.7. فين القمر الرابع؟ هذا القمر الرابع اللي اسمه كاليستو، هذا يبقى RC هو بعد الكوكب الرابع، القمر الرابع عن كوكب المشتري اللي زمنه الدوري 16.7 يوم. تمام، ايش المطلوب؟ المطلوب بعد القمر الرابع، البعد القمر الرابع عن المشتري، يعني المطلوب عندي ابنائي الطلاب RC. RC هو المطلوب المجهول. RL موجود، RL اللي هو 4.2. تمام، TC زمن الدوري للكوكب الرابع اللي هو 16.7. TL اللي هو الزمن الدوري للكوكب للقمر الاول اللي هو 1.8. تمام، يبقى عندي القانون مكون من 4 في 3 معطيات وواحد مجهول، المتغير المجهول اللي هو RC. كيف اجيب RC؟ لاحظوا ان القانون فيه تكعيب وفيه تربيع. هذا الكل تكعيب، ايش معناه؟ معناه ان البسط RC تكعيب والمقام RL تكعيب. تمام، انا ابغى RC لحالها بدون RL، فهنقول RL من هنا الى بعد يساوي، اذا نقلتها نقلها هيحولها لي من المقام يجيبها في البسط. تمام، هي في المقام لما تتنقل بعد يساوي تيجي في البسط. تمام، فصارت RL تكعيب. ليه تكعيب؟ لان هذا كله تكعيب. تمام، وهذا تي سي على تي ال الكل تربيع. تمام، طب انا ابغى ار سي بدون التكعيب، فايش اسوي؟ اعمل جذر التكعيب. تمام، الغي التكعيب هذه واعمل جذر التكعيب لكله. تمام، ار 1 اس 3 ار ال اس 3 بكام؟ ب 4.2 اس 3. تمام، تي سي 16.7 وتي ال 1.8 تربيع، نحط كل ده على الاله الحاسبه هتطلع الاجابه 19 يونتس. تمام، هذا ابناء الطلاب. قد يرى البعض انه صعب عشان في تكعيب وتربيع، لكنه في منتهى السهوله لما تقعد تتفهم المعطيات ايش والمطلوب ايش تحل بسهوله، والجذر التكعيب تقدر تجيبه على الاله الحاسبه بسهوله ان شاء الله. الان ابناء الطلاب، قانون نيوتن في الجذب الكوني. قانون نيوتن في الجذب الكوني، احنا انتهينا من قوانين كيبلر الأول والثاني والثالث، الآن قانون نيوتن في الجذب الكوني. نيوتن بدأ دراسته لحركة الكواكب، لقي أن قوة جذب الشمس F المؤثرة في كوكب تتناسب عكسي مع المربع البعد R. إيش يعني قوة الجذب تتناسب عكسي مع مربع البعد R؟ يعني كلما زاد البعد قلت قوة الجذب، ده شيء طبيعي. يعني أقرب الكواكب للشمس عطارد، الشمس بتجذبه بقوة أكبر من الأرض، لأن بعد الأرض عن الشمس أكبر من بعد عطارد عن الشمس. تمام، هنا فيه كلما زاد البعد قلت قوة الجذب. تمام، هذا التناسب العكسي يا أبنائي الطلاب. لقي كمان أن قوة الجذب بين أي جسمين، مثلا كوكب الشمس وأي كوكب آخر، تتناسب طردي مع كتل هذه الأجسام. يعني إيش طردي؟ يعني كلما زادت الكتل زادت قوة الجذب. من هذه العلاقات أبناء الطلاب استطاع نيوتن أن يضع قانون وسماه قانون نيوتن للجذب الكوني.
تعلمون جيدا ان نيوتن وضع ثلاث قوانين، القانون الاول والثاني والثالث. هذا القانون يسمى قانون نيوتن للجذب الكوني او قانون الجذب الكوني، وينص على ان الاجسام تجذب اجسام اخرى، يعني الشمس بتجذب الارض او عطارد او الزهرة او اي قمر بقوة تتناسب طردي معه. التناسب الطردي هنا ابناء الطلاب مع مين؟ مع حاصل ضرب الكتل، كتلتين، وعكسي مع مربع المسافة بين مراكزه. يبقى التناسب الطردي مع حاصل ضرب الكتلة والعكسي مع مربع المسافة، وحط الصيغة الرياضية هذه. اف اللي هي قوة الجذب بين اي جسمين، ما هو شرط الشمس والكوكب، ممكن يكون الارض والقمر، ممكن يكون اي جسمين، الارض وانت تمشي عليها، ممكن اي جسمين. قوة الجذب بينهم اف تساوي جي، هي ثابت الجذب الكوني، هذا مقدار ثابت ابناء الطلاب. ام 1 ام 2 يعني كتلة الجسم الاول، ام 2 كتلة الجسم الثاني على ار تربيع، يعني مربع البعد بينهم. هذه اسمها الصيغة الرياضية لقانون الجذب لنيوتن. الصيغة الرياضية ابناء الطلاب هنستخدمها في حل مسائل في نهاية هذا الدرس ان شاء الله. الان استطاع العلماء كيبلر ونيوتن ان هم من خلال قانون كيبلر الثالث ونيوتن للجذب الكوني قدروا يوصلوا للعلاقة هذه، اللي من خلالها نقدر نحسب الزمن الدوري لأي كوكب يدور حول الشمس. تي اللي هي الزمن الدوري يساوي 2 باي جذر ار اس 3 على جي ام اس. 2 باي هذا ثابت ابناء الطلاب، ار هي بعد القمر او بعد الكوكب عن الشمس، تمام؟ ار بعد الكوكب عن الشمس، نصف قطر المدار يعني اللي بيدور فيه الكوكب حول الشمس كعبه، يعني ار تكعيب على جي. جي هذا ثابت الجذب في ام اس. ام اس ابناء الطلاب يعني ام كتلة اس صن، يعني الشمس كتلة الشمس. ها تمام، هذا القانون هنستخدمه ايضا في الدرس الثاني اخر دروس هذا الفصل ان شاء الله بالتفصيل، لكن هذا القانون يسمى الزمن الدوري لكوكب يدور حول الشمس. جي اللي هي ثابت الجذب، نيوتن عمل تجربة لقياسه، هذه سميت تجربة كافندش، معلش كافندش وليس نيوتن. قام كافندش بإجراء أو بتعيين ثابت الجذب الكوني باستخدام هذه التجربة، قدر من خلال هذه التجربة يوصل أبناء الطلاب إلى أن جي اللي هي ثابت الجذب الكوني بيساوي 6.67 في 10 أس سالب 11 نيوتن، هذه وحدته في متر مربع على كيلوغرام مربع. هذه أبناء الطلاب ثابت، أنت لست مطالب بحفظه ولكن سيأتي لك هذا الثابت في الاختبار. لكن المهم هنا في المعلومة اللي أنا درستها إن مين اللي قدر يطلع ثابت الجذب الكوني؟ كافندش، عالم يسمى كافندش. لا تنسوا إن احنا درسنا علماء في هذا الدرس كثيرين زي كافندش وزي نيوتن وزي كوبرنيكس، تايكو براهي، كيبلر، هذه كلها علماء درسناه، وكل عالم كان له دور كبير في تقدم علم الفلك. أهمية ثابت الجذب الكوني أبناء الطلاب اللي هو جي، قدرنا من خلاله قدر العلماء يحسبوا الثلاث أشياء اللي قدام الآن، قدروا يحسبوا كتلة أو وزن الأرض، هذه ام اي كتلة الأرض من خلال ثابت الجذب الكوني قدروا يعرفوها اللي هي 5.98 في 10 أس 24 كيلوغرام. كمان قدروا يحسبوا كتلة الشمس اللي احنا بنسميها ام اس، تمام؟ كمان قدروا عن طريق ثابت، نقدر أصلا عن طريق ثابت الجذب جي ان احنا نقدر نحسب قوة الجاذبية بين اي كتلتين. هذه رقم 3 هناخد عليها تطبيق الان، ازاي نحسب قوة الجذب او الجاذبية بين اي كتلتين من خلال هذا التمرين. هذا التمرين على قانون الجذب الكوني اللي هو اف يساوي جي ام 1 ام 2 على ار تربيع. بيقول اذا كان البعد بين مركزي كرتين، عندي كرتين، هذه كرة وهذه كرة، الكرة الاولى كتلتها 8 كيلوغرام اثقل، والكرة الثانية كتلتها 6 كيلوغرام، والبعد بينهم ابناء الطلاب كام؟ 2 متر. اذا المعطيات عندي ام 1 8 كيلو، ام 2 6 كيلوغرام، وعندي البعد ار ب 2 متر، تمام؟ وجي اللي هي ثابت الجذب الكوني ده ثابت زي ما اتفقنا، كافندش هو اللي طلعه وموجود قدامي، ما في اي مشكلة خالص. عندي القانون بيقول F يساوي G M1 M2 على R تربيع، كل هؤلاء موجودين
المطلوب مني ان احسب ايه يا ابناء الطلاب؟ قوة الجاذبية اللي هي اف. هنعوض تعويض مباشر في القانون، هنحط هذه المعلومات على الآلة الحاسبة، هنعمل بسط كسر فوق بسط ومقام، هنحط 6 ثابت الجذب الكوني فوق زي ما هو، ونضربه في ام 1 اللي هو 8، ونضربه في ام 2 اللي هو 6، ونقسمه على 2 تربيع. لا تنسوا ابناء الطلاب ان دي ار تربيع يعني 2 تربيع. بعد ما نقسمها هنطلع الناتج، وبكده يكون حسبنا اف القوة ووحدتها لا تنسوا بايش؟ بالنيوتن. كده ابناء الطلاب نصل الى نهاية حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.